100 يوم على الأزمة الروسية الأوكرانية، 24 فبراير 22 اتخذ الرئيس بوتين القرار. حصل ارتباك وأزمة لكل دول العالم، ما في دولة لم تتضرر. ما الذي تحقق بعد 100 يوم؟ هل روسيا انتصرت؟ هل أوكرانيا انتصرت؟ على الأرض خلينا نسأل الناس الموجودة على الأرض، نروح إلى أوكرانيا. أستاذ محمد البابا من شرق أوكرانيا وأيضا من موسكو دكتور مسلم شعيتو، أولا مساء الخير على حضراتكم. مساء الخير دكتور مسلم. اتخذ الرئيس بوتين هذا القرار وبدأت مواجهة أوكرانيا يوم 22 أو 24 فبراير الماضي. هل حقق الرئيس بوتين هدفه من هذه المعركة؟ كل مستمعينك ولا ضيفك، عندما أعلن الرئيس بوتين العملية العسكرية وليس الحرب على أوكرانيا، وضع أهدافا لهذه العملية، هي أهداف سياسية وأهداف أمنية عسكرية. الأهداف السياسية هي أن لا تكون أوكرانيا مركزا للمنظمات المتشددة والجديدة، أزوف وأيدار وما إلى ذلك، وأن لا تكون مركزا لمنظمة أو منتمية لمنظمة حلف الناتو التي أثبتت عدوانيتها في البشرية وليست كما تقول دفاعية، أن لا تمتلك أسلحة دمار شامل، وأن لا تكون عدائية تمارس الإبادة الجماعية ضد دنيسك ولوغانسك. هذه هي الأهداف التي وضعتها القيادة الروسية أمام العملية المحددة. قامت في المرحلة الأولى بعملية خاطفة ساعية دفع القيادة الأوكرانية لطاولة المفاوضات، لم تنجح بذلك. تبين أن القيادة الأوكرانية لا تستطيع اتخاذ القرار السيادي وتدخل في مفاوضات مع روسيا للمسألة. انتقلت المعركة إلى المرحلة الثانية كما سماها الرئيس بوتين ووزير الدفاع. نعم، المرحلة الثانية هي مرحلة تحرير منطقة دنيسك ولوغانسك من المنظمات المتشددة والنازية الجديدة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. نجحت القوات الروسية بالمفهوم الروسي بعمليات بطيئة بتقدم التصاعدي، وصل إلى درجة 90% من تحرير لوغانسك و 60% من تحرير دنيسك، وأيضا تحرير مناطق جنوب أوكرانيا خرسون وشمال أوكرانيا محيط خاركوف، على أن لا تتعرض ولم تتعرض روسيا للمراكز المدنية وللمدنيين، وهذا يدل على الخسائر الكثيرة وسط المدنيين. أنها عملية تحريرية لما كان محتلا من قبل المنظمات المتشددة والنازية الشديدة، وليس من الجيش الأوكراني أو الشعب الأوكراني. بالعكس تماما، روسيا تحترم لأنهم هم جزء من التراث والتقاليد والعادات والدين والقيم الروسية. هذه معركة تخوضها الولايات المتحدة بامتياز. هذه المعارك مختلفة، اقتصادية، سياسية، أمنية، إعلامية، لم تنجح الولايات المتحدة اقتصاديا، وأكبر دليل ما يجري في روسيا داخليا وسعر العملة والتخبط الذي يحصل في أوروبا. لم تنجح الولايات المتحدة أمنيا أيضا بتقليبات في الوضع في الداخل الروسي، لكنها نجحت إعلاميا نتيجة لاستعمالها إلى الإعلام كل أشكال الأكاذيب طيب أستاذ دكتور مسلم، هروح للأستاذ محمد البابا وهرجع لحضرتك. أستاذ محمد، أولا مساء الخير، تابعت تعليق ضيفنا الكريم دكتور مسلم شعيتو من موسكو، وانه روسيا تقريبا حققت اهدافها اللي هي حددتها مع بدايه، وزي ما وصفها بين قوسين كده، عمليه وليست حربا. يعني لا يمكن، لا اريد ان اعلق على ما تقوله الدعايه الروسيه ان كانت عبر ضيفنا من موسكو او وزاره الدفاع الروسيه او ما نحن نتكلم على ما يحدث على ارض الواقع. تعقيبا على ما قاله ضيفك ان روسيا تحترم الجيش الاوكراني، يعني كل أكثر من يقتل على جبهاتهم من عناصر من الجيش الأوكراني وليس من الكتائب الذي وصفها بالفاشية والنازية، لا بل أن التصرف على أرض الواقع وقتل المدنيين الأبرياء
وما رأيناه في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وقصف مدينة خاركوف بشكل يومي. هناك أكثر من 10 مدنيين يقتلوا يوميا فقط في مدينة خاركوف، هذه المدينة التي أكثر من يسكنها هم من المتكلمين باللغة الروسية. لذلك لن ندخل في جدال يعني مع هذه الدعاية، بل سنتكلم الأمور كما هي. بداية الحرب اعتمدت روسيا سياسة عملية خاطفة لإسقاط النظام في أوكرانيا، فشلت في هذه السياسة وتلقت ضربات عسكرية كبيرة وفشلت الاستراتيجية الروسية. غيرت روسيا استراتيجيتها والجيش الروسي وبدأ الاهتمام والتركيز على عمليات، وهي سياسة القمد التي نجحت وتستمر بالنجاح حتى هذه اللحظة، رغم المقاومة الشرسة من الجيش الأوكراني ورغم الفارق الكبير بين القدرة العسكرية للجيش الروسي والقدرة العسكرية للجيش الأوكراني، رغم المساعدات التي تقدم لأوكرانيا والتي هي لا تمثل 10% من قدرة القوات الروسية، والعتاد والحشد العسكري الكبير للجيش الروسي في أوكرانيا. مثلا قبل أسبوعين قال قائد المنطقة العسكرية في مدينة لوغانسك أن كل جندي أوكراني يواجه حوالي 7 إلى 10 جنود روس في منطقة سيفردونيسك، وهي التي يعني المنطقة الأكثر سخونة والتي تحاول روسيا الجيش الروسي للأسبوع الثالث على التوالي احتلال تلك المدينة. وبذلك في حال سقطت تلك المدينة والمدينة المجاورة لها ليسيتشانسك، يمكن القول أن 100% من المساحة الجغرافية لمقاطعة لوغانسك ستكون بيد القوات الروسية. مضى 100 يوم على العمليات العسكرية. لو أن لروسيا وهذه القوة العسكرية الثانية في العالم من الضخامة العسكرية والقوة العسكرية حتى 100 يوم، يعني بدأت بتحقيق بعد مرور حوالي 70 إلى 80 يوم، بدأت بتحقيق يعني يمكن القول نتائج جزئية من خطتها العسكرية. الخطة الرئيسية التي أعلنها الرئيس بوتين عند إعلان العملية العسكرية، هم لم يقل تحرير مناطق وكذا، بل وضع هدف رئيسي وهو تغيير النظام في أوكرانيا وزج القادة الأوكرانيين في السجن، وفشل حتى هذه اللحظة في يعني إبعاد فلاديمير زيلينسكي عن الحكم، في السيطرة على القرار في أوكرانيا. وأيضا من الناحية الأخرى نحن نقول أن أوكرانيا رغم الضغط الغربي والدعم الغربي لأوكرانيا، إلا أن قرار الرئيس زيلينسكي هو يتخذه بما يملي عليه واجبه الدستوري وواجبه القانوني في حماية دستور أوكرانيا وأراضي أوكرانيا والنظام السياسي القائم في أوكرانيا، وأن الرئيس زيلينسكي لم يأتي بأصوات فاشيين أو نازيين كما تدعي الدعاية الروسية، بل الرئيس فلاديمير زيلينسكي جاء بأصوات أكثر من 70% من المنتخبين في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في الانتخابات الماضية، وكان عنوانه الرئيسي في حملته الانتخابية السلام وإنهاء الحرب في طيب. شرق أوكرانيا. هرجع لك أستاذ محمد، روح الدكتور مسلم. وأيضا أستاذ محمد بيتكلم على روسيا فشلت في إسقاط النظام الأوكراني الرئيس زيلينسكي، وأنه روسيا تقوم بقتل المدنيين وقتل الجيش الأوكراني وليس ولا توجد ميليشيات حسب ما قال أستاذ محمد البابا، تفضل. انطلاقا من الدعاية التي تمارسها الإدارة الأوكرانية، هذه الإدارة التي أتت بنتيجة انقلاب دموي مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الإدارة وزيلينسكي في آخر فترة رئاستها أو في الفترة الأخيرة التي تولى فيها الرئاسة استمر كما قبله بالقصف اليومي لمنطقة دانيسك ولوغانسك، وعلى مدى 8 سنوات قتل هناك 15,000 مواطن أوكراني روسي يحملون الجنسية الأوكرانية وأصبحوا يحملون الجنسية الأوكرانية، وهجر ما يقارب في تلك الفترة أكثر من 1,000,000 شخص، وحاليا نتيجة هذه العملية أيضا تم تهجير ما يقارب 2,700,000 شخص إلى روسيا من تلك المناطق، ونحن نسمي هذه العملية في تلك المناطق هي إبادة جماعية تحاول روسيا من خلال التدخل وقف هذه الإبادة ولضرب هذه المنظمات التي تعتدي يوميا. ومنذ يومين قتلت فتاة عمرها 5 سنوات مع والدتها الحامل أيضا، وهذه بالصواريخ والقنابل التي تلقتها
الإدارة الحالية الأوكرانية من الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا يسمى هذا الجيش الذي يقصف المدنيين؟ نحن لا نقول الجيش الأوكراني، نقول المجموعات النازية الجديدة، وهم يعرفونها بالاسم أزوف وأيدار وبنديرا. نعم، روسيا لا تسعى إلى تدمير أو إلى قصف المدن أو تغيير النظام، وهي يعرف وهو يعرف أيضا صديقنا من أوكرانيا أن باستطاعة القوات الروسية أن تمنع زيلينسكي من التجول في كييف، وأن تمنع هذه الزيارات وكأنها أصبحت متحفا كييف للدول الغربية التي تأتي فقط بالأسلحة وتسرق القمح من أوكرانيا لتجويعها ومن ثم اتهام روسيا. هذه هي المسرحية التي يسعى الرئيس بوتين والحكومة الروسية لوقفها وعودة العلاقات الطبيعية مع الأوكران، لأنهم هم كما قلت أخوة للروس بكل تقاليدهم وقيمهم وعاداتهم ودينهم، وأيضا جغرافيا، لأن أغلب المناطق التي تتواجد فيها القوات الروسية حاليا لا تتعرض لأي عمليات عسكرية، وهذا أكبر دليل على أن الشعب الأوكراني فعلا يريد السلم ويريد العلاقات الجيدة مع روسيا، وليس كما يتصور الدعاية الغربية. طيب، وبعض الوسائل الإعلام. هرجع لحاجة دكتور مسلم، ولكن أروح للأستاذ محمد، تعليق حضرتك، وأنه كم يتم الإبادة الجماعية لمدنيين من جانب منظمات أزوف وغيرها والنازين جدد كما أطلق دكتور مسلم شعيته، وأيضا بيتم تهجير أكثر من 2 مليون من مناطق شرق أوكرانيا، وأنه هناك دعم هائل من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية للرئيس زيلينسكي. يعني لا أستطيع أن أرد على هذه معلومات مضللة، لكن أنا سأقول أنا موجود في دونيسك وفي لوغانسك وفي تلك المناطق منذ بدء العمليات العسكرية. الذين قتلوا في خلال 8 سنوات هم جزء من المدنيين والباقي عسكريين من الطرفين، من الانفصاليين الموالين لروسيا ومن الجيش الأوكراني. وفي بداية الحرب التي كانت في العام 2014 حتى العام 2015 عند توقيع اتفاقية مينسك، عندما كان هناك حرب في منطقة ديبالسيفو وفي منطقة فولنوفاخا في تلك المنطقة، بعد سقوط الجيش الأوكراني وقعت أوكرانيا وروسيا مع الرئيس بوروشينكو وقعوا اتفاقية في مينسك، وعندما كان يعني أعتقد هولاند فرانسوا هولاند وأنجيلا ميركل ضغطوا على الرئيس الأوكراني لتوقيع اتفاقية في مينسك مع الرئيس بوتين. لا أريد أن أقول أن هناك فاشيين ونازيين سقطت هذه الدعاية. نحن لا ننكر أن كتيبة أزوف لقادتها انتماء ويعني أفكار نازية وفاشية، وهم عزلوا ومنهم الآن يقبعون في السجون بعدما قاموا بتسليم أنفسهم. ولكن اليوم لو كانت حجة روسيا فقط القضاء على النازيين لكانت توقفت الحرب عندما استسلم العناصر كتيبة أزوف، وهم الآن يعني سيكون هناك تبادل أسرى بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي ضمن اتفاقية رعتها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وبرعاية تركيا لتبادل الأسرى ستجري خلال الأيام المقبلة. ولكن القول أن أوكرانيا تقوم بإبادة جماعية لشعبها هذا كلام يعني لا أستطيع الرد عليه، لأنه على أرض الواقع ليست هذه هي الحقيقة. ربما إن كانوا في روسيا هذا ما يتلقونه، خاصة بعد يعني القرار الذي صدر من الحكومة الروسية بمنع تداول الأخبار وفقط الالتزام بما تقوله وزارة الدفاع الروسية وهذه البروباغندا، ربما هذه الأخبار التي تعطى إليهم. فإن أرادوا أن يروا فليأتوا إلى منطقة دونيسك وليروا على أرض الواقع من الذي يقتل المدنيين، من الذي يقصف مدن خاركوف، من الذي يقصف نيكولايف. ليس الجيش الأوكراني الذي يقصف المدنيين، الجيش الروسي الذي يقصف المدنيين. اليوم في مدينة كراماتورسك تم استهدافها بصواريخ روسية، مدينة سلافيانسك تتعرض لقصف روسي وقتل فيها مدنيين اليوم قبل حوالي 4 ساعات من الآن. من الذي يقوم بهذا؟ هل الجيش الأوكراني؟ لا، على أرض الواقع الجيش الروسي هو الذي يقوم بضرب. طيب، مراكز الجيش من الأوكراني. من الذي يقتل دكتور مسلم؟ كلام أستاذ محمد، من الذي يقتل الآن؟ قال لك اليوم في عمليات، وقال لك إذا كان الهدف كتيبة أزوف، كتيبة أزوف استسلمت بالكامل للجيش الروسي، وربما يكون هناك تبادل خلال الفترة القادمة مع أوكرانيا في هذا الشأن. من يقصف هو هذه المجموعات النازية التي قصفت حتى اليوم دانيسك وسيفرا دانيسك ومدن كثيرة في لوغانسك ودانيسك، واستشهد حتى اليوم المواطنين الأبرياء في تلك المدن. هو يقول قتل 15 ألف جندي في لوغانسك، كل لوغانسك
نعم. لا تمتلك أكثر من 5000 جندي، 15000 مواطن بريء، أطفال وعجز ونساء في منطقة دانيسك ومحيطها ولوغانسك وصفوا على سنوات، ولم تتدخل لا القوات الروسية ولا أي عنصر روسي. هذا لم يرونه على مدى هذه الفترة الطويلة. نعم. هذه المعركة الأخيرة والتي أيضا هم يمارسون يوميا قصف المناطق التي نعم. أنا رأيت، أنا كنت في دونيسك وفي لوغانسك وكنت أتابع. أنا على أرض كنت أنا منذ يومين أنا أتكلم منذ يومين في دانيسك وأعرف ماذا قصفت وكانت. إذا بدك كمل يا دكتور. الآن دونيسك هي منطقة حرب، تقوم القوات الروسية من منطقة دونيسك بقصف مناطق أوكرانية والجيش الأوكراني يرد، هذه منطقة حرب. أنا أتكلم منذ العام 2014. من أين أتى؟ ليست صحيحا. مدينة دونيسك يا محمد يا حبيبي يا عيني، مدينة دونيسك ليست مدينة عسكرية، مدينة مدنية تقصفها القوات الأوكرانية. البارحة مدينة كراماتورسك نزلت على دونيسك على الأحياء وخاركوف ونيكولاي كل هذه القدس تقصفها المجموعات وسومي كلها وتشيرنيغيف. أنا سمعتك، احكي يلا احكي خلص. لا محمد انتظر للدكتور مسلم يرد وعلق عليه. تفضل دكتور مسلم. كل هذه المناطق تقصف من الجماعات النازية خاصة بعد تحريرها من القوات الروسية، ومن ثم يتهمون روسيا فيها. لا تقوم روسيا بقصف ابدا اي مناطق. واكبر دليل خاركوف واكبر دليل كييف، لم تتعرض للقصف ويتنقلون بها وكانها مناطق امنه مثل المناطق الداخليه في روسيا. تستطيع روسيا ان تمنع التجول في كل هذه المدن بقصفها وهي لا تفعل ذلك. تستطيع ان توقف كل الامدادات التي تاتي من بولونيا ومن غيرها ولم تفعل ذلك. تستطيع أن تمنع كل حركة المواصلات بين المدن، لم تفعل ذلك وهي قادرة على ذلك. هذا ماذا يعني؟ يعني أن روسيا لا تتعرض للمناطق المدنية التي يتعرض لها، كما حدث في مدينة بوتشي. عملوا تمثيلية كبيرة هناك بعدما انسحبت القوات الروسية نتيجة لحسن نية طلبتها القيادة الفرنسية والألمانية وأردوغان بعد المفاوضات في اسطنبول، واتهموا فيها روسيا. وحاليا كما أقول وأعيد وأكرر، يسرقون القمح من أوكرانيا ويقولون أن روسيا تمنع القمح عن العالم. هذا فعل أوروبا وهذا ما تفعله الإدارة الأوكرانية الحالية. دكتور مسلم، النهاردة الرئيس بوتين قال أنه في يستطيع أنه يزود العالم بخمسين مليون طن من القمح، والقمح الروسي الأوكراني في أزمة عالمية وأزمة مجاعة تهدد الملايين حول العالم بسبب ما يجري بين روسيا وأوكرانيا. ما هي البدائل الآن لحل هذا الأمر فيما يتعلق بالحبوب تصل إلى دول العالم المختلفة؟ أولا أنا أشكرك على هذا السؤال لكي يتوضح للرأي العام العالمي ما هو بالأرقام طبيعة الإنتاج الروسي والأوكراني ومعه الكازاخستاني، هذا الاتحاد السوفيتي السابق. كل هذه الدول ثلاثة لا تتجاوز 30% من تصدير الحاجات البشرية، 70% تمتلكه دول الناتو والولايات المتحدة وأمريكا، وهي لا تصدر شيئا وتتهم روسيا أنها لا ستفتعل عملية إباء مجاعة جماعية. روسيا بواخرها يمنع الناقلة للقمح أن تتوقف في المرافق الأوروبية، يمنع على شركات التأمين أن تؤمن هذه البواخر لكي تصل القمح إلى أوروبا إلى أفريقيا والشرق الأوسط. روسيا هي ليست المنتج الأول في العالم يا عزيزي، روسيا المنتج نعم القمح، وأوكرانيا المنتج الثامن للقمح. كل إنتاج أوكرانيا هو 2.5% من حاجة البشرية، هو لا يؤدي إلى مجاعة ولن يفرض مجاعة، ومع ذلك نعم مستعدون لمرافقة البواخر عسكرية لوصولها إلى أفريقيا وإلى الشرق الأوسط. لكن أوروبا تفتعل تمثيلية كبيرة من خلال هذه العملية لأنها سرقت القمح الأوكراني ولم تصدره لا لأفريقيا ولا لأمريكا ولا للشرق الأوسط، إنما لاستعماله في أوروبا وفي أمريكا فقط. محمد، الرد على سرقة القمح، إنه هذه الكلمات ذكرت عدة مرات من خلال دكتور مسلم، كيف يتم سرقة قمح الأوكراني وبالتالي الروس آسف الأمريكان. النهاردة الرئيس الأمريكي بيتحدث عن 20 مليون طن موجودة في أوكرانيا وإن روسيا تمنع هذا الأمر عن العالم. الدكتور مسلم بيقول لك سرقة القمح من الدول الأوروبية واخدها من أوكرانيا. لك
أنا سأقول قبل حوالي أقل من شهر كان هناك سفينة أخرجت من ماريوبول محملة بالقمح، كان هناك محاولة لبيعها في مصر، إلا أن القيادة المصرية الحكيمة رفضت أن تشتري قمح مصروف من أوكرانيا، ثم حاولوا بيع هذه السفينة في لبنان، وأيضا بعد ضغوط الحكومة الأوكرانية والسفارة تقديم شكوى في لبنان منعت الباخرة التي سرقت من ماريوبول، سرقت ورجال أعمال روس سيطروا على هذه الباخرة وتم نقلها إلى مرفأ اللاذقية، ومنها ستباع في سوريا أو في مناطق أخرى بالسوق السوداء. من يسرق الحبوب وقد شهدت عبر الأقمار الاصطناعية، لو كنت أعرف أنه سيتم الحديث عنها لأحضرت الصور ووضعتها للرأي العام، كيف نقلت كميات كبيرة من خرسون من المخازن في خرسون مخازن القمح إلى شبه جزيرة القرم، وكيف الصوامع الموجودة في منطقة لوغانسك تم يعني استخدامها ونقلها الى الداخل الروسي. نحن لا نريد ان يعني تزوير الحقائق على ارض الواقع. اوكرانيا منعت من تصدير مخزونها الى الدول التي لديها يعني عقود 100%، مثلا مثل لبنان. لبنان الان يعاني مشكله القمح وذلك مشكله الطحين، لانه معظم او 100% من القمح وهو يحصل عليها من اوكرانيا، والان الاتحاد الدولي يحاول الاتحاد الاوروبي يحاول مساعده اوكرانيا لايجاد موانئ بديله، ولكن ستكون الكلفه باهظه على الدول التي ستشتري القمح من اوكرانيا، خاصه يعني جمهوريه مصر العربيه يعني كميه الاكبر التي تشتريه من القمح هي من القمح الأوكراني. المملكة العربية السعودية أيضا يعني تشتري كميات كبيرة، معظم القمح الأوكراني يباع ويسوق في الشرق الأوسط، وأيضا منع تصدير هذا القمح من أوكرانيا وذلك بسبب الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية، وأهم مرفأ هو مرفأ أو ميناء أوديسا الذي يضم داخل ميناء أوديسا هناك كمية لا أذكر الرقم بالتمام، ولكن الملايين من الأطنان القمح موجودة في هذا المرفأ ومعدة للتصدير، وخلال 3 أشهر أو 100 يوم لم تستطع أوكرانيا إخراج مخزونها لتسليمه إلى يعني البلدان التي وقعت عقود مع أوكرانيا بوقت سابق. الآن هناك خطط بديلة تطرح يعني ستؤثر على أسعار القمح العالمية. كان هناك مبادرة تركية الجانب الروسي رفضها، أيضا بعض وزراء الخارجية العرب ذهبوا إلى موسكو وطلبوا وحاولوا إيجاد يعني فتح ممر بحري لإخراج القمح باتجاه الدول العربية، رفضت روسيا هذا الأمر ووضعت شرط يعني إلغاء العقوبات في مقابل تمرير أو السماح للبضائع أو القمح الأوكراني بالخروج. ولكن القول أن الدول الغربية تسرق القمح من أوكرانيا لبيعه، هذه يعني سأعتبره هذه فكاهة لا نستطيع الرد عليها. طيب دكتور مسلم، إذن أوكرانيا تريد أن تمد وتزود العالم بالقمح، ولكن روسيا تمنع هذا الأمر كما ذكر محمد البابا من شرق أوكرانيا. الأمر الآخر، خسائر روسيا خلال المئة يوم، هناك خسائر محدش عارف طبعا تقديرات بالنسبة للخسائر العسكرية، ولكن يبدو حسب الجانب الأوكراني بنتكلم على خسائر ربما تتجاوز نصف تريليون دولار في روسيا، أين الحقيقة؟ أولا ردا على هذه المعلومات التي ذكرها ضيفك السيد محمد البابا، العكس، لبنان يتلقى وتلقى مساعدات 250 ألف طن من المساعدات الروسية ومنها الزيوت مجانا إلى الحكومة اللبنانية. هناك أيضا عقود مع روسيا ومصر تتمول بها مصر بالقمح الروسي، وإذا كانت تريد أن تأخذ القمح الأوكراني نتيجة لمنع هذه البواخر الانتقال في المتوسط سترافقها البواخر العسكرية الروسية لإيصالها إلى مصر. ثالثا وأهم شيء، كل قدرة أوكرانيا بالإحصاءات الدولية هي 2.5% من صادرات العالم، فإذا أعد يعني زميلنا يعدد كل هذه الدول التي تأخذ من أوكرانيا يعني وكأنها هي المصدر الأول في العالم، وهي ليست المصدر الأول في العالم. فهذه الحقائق يجب أن نعرفها بالأرقام وليس فقط بالشعارات وبالدعاية الغربية. نعم، أوروبا أخذت القمح، وكانت هناك صور كثيرة وشاهدتها كل وسائل الإعلام كيف أن الشاحنات الأوروبية أتت من سويسرا تحديدا مرورا بكل دول أوروبية وبدأت بنقل هذا القمح من أوكرانيا
إلى بلادها. بالنسبة للخسائر، نعم هذه حرب، هذه معركة طويلة تشارك فيها قوات عسكرية من كل الأطراف. نعم هناك خسائر عسكرية، وحكم الخسائر العسكرية تتطلب خسائر مادية، لأنها المعامل تصنع من أجل المعركة العسكرية، وكل خسارة بأي قطعة مهما يكن من الجوية أو برية أو بحرية أيضا تعادل أرقاما معينة. هذه الأرقام تترجم بالحرب الإعلامية التي يمثلها الطرفان حكما. وكما أقول وأكرر، الحرب الإعلامية للأسف الإعلام الغربي الذي يشوه الحقائق ويقلبها، وهي طبيعته ومارسها في كل دول العالم، في أنبوب كولن باول في العراق الذي اتهم العراق بأسلحة دمار شامل، ومن ثم قال نعتذر لم يكن هناك أسلحة دمار شامل، مارسها في سوريا باحتلاله وبقصفه وبتدميره، مارسها في ليبيا، مارسها في يوغوسلافيا، في أفغانستان، في فيتنام، في اليابان، وهم يستمرون وهم ناجحون بذلك بالمناسبة. وقسم كبير من الإعلام العربي يأخذ كل مواده من هذه المواد الإعلامية الغربية. إذن بالتالي لا يمكن الحكم على المعلومات من خلال الإعلام الغربي الذي فقد مصداقيته وشرعيته بالعلاقة مع أي حدث عالمي نتيجة لافتعاله أو تزويره للحقائق. أستاذ محمد البابا، هرجع لسيادتك دكتور مسلم. روسيا تسيطر على أكثر من 120 ألف كيلو مترا في شرق أوكرانيا حاليا، بما يوازي ربما ثلاث دول في أوروبا، بلجيكا، هولندا، تقريبا لوكسمبورغ. وبالتالي هناك جزء أساسي. الجزء الآخر، الرئيس زيلينسكي أعلن على خسائر تتجاوز 600 مليار دولار خسائر أيضا لأوكرانيا. 100 يوم من هذه الحرب، ما الذي يجري على الأرض حاليا؟ يعني الآن الجيش الأوكراني يحاول الصمود في شرق أوكرانيا، ينتظر مساعدات عسكرية، لأن يعني الهجمة أو العملية العسكرية أو الحرب الروسية هي بشكل واقع حرب وليست العملية. العملية تكون محدودة بوقت محدد، ولكن الحرب أصبحت الآن حرب مفتوحة، لا أهداف محددة معلنة ولا وقت توقيت زمني معلن، لذلك هي حرب. أوكرانيا تحاول الصمود قدر الإمكان. أيضا لا ننسى أن يعني روسيا بعدما سيطرت على شبه جزيرة القرم واحتلت شبه جزيرة القرم كما تزعم الحكومة الأوكرانية، وأيضا الحركة الانفصالية في لوغانسك وفي دونيسك، وأيضا بعد 24 من فبراير هناك أراضي بنسبة 10 إلى 12% أضيفت على المساحة الجغرافية التي أصبحت تشكل أكثر من 20 إلى 23% من مساحة أوكرانيا. الآن هي تعتبر تحت السيطرة الروسية والانفصالية. أوكرانيا ستحاول الصمود قدر الإمكان. هناك بعض المعلومات التي تتداول داخل وزارة الدفاع الأوكرانية أن في منتصف شهر يونيو وعند بداية شهر يوليو سيكون هناك متغيرات على أرض الواقع. ينتظر الشعب الأوكراني هذه المتغيرات التي يعد الرئيس الأوكراني أن معظم الأراضي التي احتلت بعد 24 من فبراير، وأؤكد على هذا التاريخ بعد 24 من فبراير، ستحاول القوات الأوكرانية والجيش الأوكراني والإجماع الأوكراني الشعبي الكبير لاحتضان القوات العسكرية والجيش الأوكراني. وأنا أقول الآن وهذا بلسان وزارة الدفاع الأوكرانية، الآن في هذه الأثناء الذي يقاتل على أوكرانيا في أوكرانيا هي وحدات تابعة للجيش الأوكراني، حتى أن المتطوعين الأجانب الذي خرج جزء كبير منهم وعاد إلى بلاده وبقي جزء آخر يقاتل مع القوات الأوكرانية، تعتبرهم أوكرانيا عناصر من الجيش الأوكراني، يلتزمون القانون الأوكراني وأوامر الجيش الأوكراني وينفذون أوامر القطع العسكرية الأوكرانية، وليس كما يقال مرتزقة ينفذون أجندات تربية. هل تقصد محمد، هل تقصد وصول الدعم الأمريكي، أقصد الصواريخ الأمريكية، وهو الرهان الأوكراني أو الانتظار الأوكراني الدعم الأمريكي الكامل لضرب المدن أو المناطق التي تستولي عليها روسيا حاليا، هل تقصد ذلك خلال الأسبوعين اللي جايين؟ أنا يعني أشكرك أستاذ أحمد على هذا السؤال. لماذا تريد أوكرانيا منظومات صاروخية تصل مداها إلى حوالي 100-150 كيلومتر، وذلك للضرب؟ وهذه معلومات أنا ناقشتها مع ضباط في الجيش الأوكراني، هدفهم هم يريدون ضرب خطوط الإمداد، لأنه عندما تضرب خطوط الإمداد للجيش الروسي
في القطع الخلفية والمناطق التي تقع داخل العمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، وهي يعني أصبحت الآن مع سقوط منطقة لوغانسك، أود أن أشرح هذه الفكرة، هي مسافة بين 200 إلى 250 كيلومتر عمق الأراضي التي تسيطر عليها الجانب الروسي. لذلك استراتيجية صمود كييف كانت أن الجيش الأوكراني استطاع أن يضرب خطوط الإمداد، وبذلك فشلت العملية العسكرية في قطاع كييف وفي شمال أوكرانيا. لذلك الجيش الأوكراني هو بحاجة لمنظومات ومدافع بعيدة المدى لضرب خطوط الإمداد للجيش الروسي حتى تستطيع القوات الأوكرانية الصمود، لا بل يعني التقدم وإجبار القوات الروسية على التراجع إلى حدود الأراضي أو الحدود الروسية. الجيش الأوكراني يؤكد أنه لن يقوم وهو غير مستعد ولا يوجد لديه أي أفكار بالاعتداء على أراضي روسية، حتى أن الرئيس زيلينسكي يعني أرسل رسائل تطمينية للقادة الغربيين أنه والجيش الأوكراني والقيادة الأوكرانية لا تريد أن تعتدي على أي دولة جارة إن كانت بيلاروسيا أو كانت روسيا، وأن كل هدفه هو تحرير الأراضي التي يعني دخلتها القوات الروسية بعد التاريخ. طيب بعد أروح التاريخ دكتور مسلم، ولكن قبل ما انتقل دكتور مسلم، شعيته مرة أخرى ألا يعتبر ذلك تدخلا مباشرا من الولايات المتحدة الأمريكية كما أعلنت الإدارة الروسية، أنه في حال وصول هذه الصواريخ بعيدة المدى أو قصيرة المدى إلى الجيش الروسي واستخدامها ضد القوات الروسية يعتبر اعتداء من جانب أمريكا؟ يعني إن كانت تراها روسيا اعتداء فلتعتبرها اعتداء. الجيش الأوكراني له الحق أن يشتري وأن يطلب ما هو بحاجة له للصمود، لأنه يدافع عن أرضه ولا يعتدي على دولة أخرى، لا بل أن دولة أخرى تجتاح أرضه، تقتل المدنيين، تقتل العسكريين وتدمر. يعني بالأمس كان هناك حادثة من إحدى أقدم الكنائس في منطقة سفيتاغورسك، تم تدميرها بشكل كامل وهو معلم أثري تراثي للشعب الأوكراني. وهذا ما قاله الرئيس الأوكراني، أن روسيا تدمر المعالم الأثرية في أوكرانيا جراء هذه الحرب. طيب دكتور مسلم، كلام الأستاذ محمد البابا أن الجيش الأوكراني والرئيس الأوكراني في مفاجأة يقدمها للشعب الأوكراني خلال أسبوعين أو منتصف هذا الشهر، وواضح أن الدعم الأمريكي الكامل لأوكرانيا، وكما تتحدث الإدارة الأمريكية عن نقل صواريخ متقدمة لمساعدة الجيش الأوكراني، ماذا تفعل روسيا أمام هذا الأمر؟ يعني روسيا أعلنت أن أي تسليح من قبل الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة يعتبر اعتداء من هذه الدول على الأراضي الروسية. نعم ستتغير طبيعة المعركة بعد وصول هذه الصواريخ، وسيقتل كمية كبيرة من المدنيين لأنهم سيقصفون المدن المدنية إن كان في دانيسك ولوغانسك أو في منطقة الكرم التي لا تعتبرها الولايات المتحدة أرضا روسية، وبالتالي سيكون هذا القصف مشروعا بمفهوم الولايات المتحدة. وأوكرانيا أيضا تعتبر أن الكرم ليست أراضي روسية، إذن بالتالي ستزداد عملية القصف للمناطق المدنية وستزداد الضحايا، هذا ما يعودون به سكانهم ويعودون به أيضا روسيا، وهذا هو نموذج سلوكهم كما كان منذ 8 سنوات حتى الآن، ونحن نعرفه كما قلت 15,000 قتيل في منطقة دانيسك ولوغانسك ولم تتدخل روسيا. لكن الرد سيكون واضحا تماما، أولا كما أعتقد ليس هناك معلومات عسكرية، ستلجأ روسيا إلى قطع كل إمكانيات الإمداد مهما يكن نوعه بين أوكرانيا والدول الأوروبية المحاسية، هذا لم تفعله سابقا، ستلجأ إليه. ستلجأ روسيا إلى شل الحركة تماما للقيادة السياسية تحديدا والعسكرية في كييف ومسألة المواصلات والاتصالات، هذا سيكون ردا لا بمعنى مناسبا. بمعنى ضرب مقر القيادة مثلا، القيادات نعم القيادات المدنية والعسكرية الأوكرانية التي تحاشتها حتى الآن روسيا نتيجة للانطلاق من أن هذه عملية وليست حرب، وبالتالي العملية للضغط على القيادات السياسية للجوء إلى المفاوضات وتنفيذ الاتفاقات. لو كانت حربا لم تتصرف روسيا بهذا الشكل، عندما تقصف المناطق المدنية البعيدة حكما ستلجأ روسيا إلى أسلوب آخر، وهذا هو الأسلوب. إذا ما تطورت الأمور إلى أكثر من ذلك حكما الرئيس بوتين قال أننا سنقصف مراكز اتخاذ القرار. أين هو مركز اتخاذ القرار؟ الكل يعرفه، إن كان في أوكرانيا أو في بولونيا أو في
إذن دول أخرى. العالم قدامه شهور كمان ينتظر استمرار هذه المعركة أو هذه الحرب، شهور. نعم، يبدو ذلك، يبدو أن المعركة طويلة جدا، لأن القيادة الروسية لجأت إلى أسلوب الحرب البطيئة بإنجازات أيضا تصاعديه بطيئة، تقليلا للمدنيين والخسائر المدنية في وسط الأوكرانيين أو الروس. بالإضافة إلى أن إذا تحدثنا عن الكنيسة، من قسم الكنيسة الأوكرانية الروس عن الكنيسة الروسية؟ هي القيادة الأوكرانية السياسية. من فعل كل ذلك من أجل ضرب الكنيسة الأرثوذكسية، وهي حرب دينية بكل امتياز ضد الكنيسة الأرثوذكسية كما ضد الإسلام في الشرق الأوسط، تقودها الولايات المتحدة مع القيادة الأوكرانية الحقيقية. دكتور مسلم شعيتي بشكرك شكرا جزيلا، استاذ محمد من موسكو، استاذ محمد بابا من شرق اوكرانيا دونيسك، بشكرك شكرا جزيلا. 100 يوم على الازمه الروسيه الاوكرانيه، ويبدو الامور لسه منتظرين 100 يوم كمان او 200 يوم كمان، وارد كل شيء وارد، لانه يبدو انه القادم هيكون ايضا أسوأ في هذه الازمه. دخول الولايات المتحده الامريكيه بالدعم الذي اعلن عنه الرئيس الامريكي قبل 3 أيام جو بايدن، دعم بالصواريخ، وهذا عمل اجراء متقدم سيكون دعم للجيش الاوكراني، وبالتالي استخدام هذا الامر، وروسيا اعلنت انها ستضرب مواقع ومراكز القياده داخل اوكرانيا. تحدثوا بشكل واضح، الرئيس بوتين تحدث بشكل واضح، القياده العسكريه تحدثت بشكل واضح على ضرب مراكز القياده في اوكرانيا اذا وصلت لاوكرانيا الصواريخ الأمريكية. إذن نحن نتحدث عن أزمة أخرى مستمرة، هذه الأزمة المستمرة خلال الفترة القادمة، والعالم كله يدفع ثمن هذه الأزمة من تضخم وارتفاع أسعار وأمور كارثية وشيكة تهدد دول العالم المختلف، وصل اتهامات وتبادل اتهامات ما بين روسيا والغرب والولايات المتحدة الأمريكية عن أزمة نقص الغذاء ومن هو السبب. روسيا بتقول لك الغرب، الغرب بيقول لك روسيا، وفي الآخر العالم يدفع هذا الثمن، ثمن الجوع، طوابير الجوع الممتدة أمام بنوك طعام في أمريكا.